أكيد فرح، وصلنا لمحطتنا الأخيرة اللي رح تكون مع العسل. يتعلق إنتاج العسل بعدة عوامل مشتركة بين المزارع والنحل والطبيعة بالعموم، لذا فإن أي خلل بأحد هذه الأطراف يؤثر على وقت إنتاج العسل وكميته. فالعسل له أهمية كبيرة بالاقتصاد الزراعي بشكل كبير. لنحكي أكثر عن هذا الموضوع بسرنا يكون معنا الأستاذ عبد الرحمن قرنفلي، الخبير بالشأن الزراعي ومربي نحل. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا ومرحبا. صباح الخير. صباح. اهلا وسهلا فيك. اليوم عم نحكي عن اكثر موضوع يمكن في جدل عليه، العسل لما بيكون عسل صافي، عسل طبيعي 100%، والعسل لما بيكون مغشوش مثل ما بنقول. قبل ما نفوت بهي التفاصيل خبرنا بالبدايه بشكل عام عن اهميه العسل في الاقتصاد الزراعي والاقتصاد الكلي بسوريا. الحقيقه لما بدنا نحكي عن العسل بدنا نحكي عن الجذر وهو النحل. النحل من الكائنات الحية أو الحشرات الوحيدة التي تنتج غذاء للإنسان. النحل يساهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج الزراعي من خلال قيامه بتلقيح الأزهار، التلقيح الخلطي للأزهار. تقدر القيمة المضافة أو الإنتاج أو الزيادة في الإنتاج الزراعي العالمي الناتج عن قيام النحل بدوره في تلقيح الأزهار بحوالي 209 مليار دولار في العام. هذا يمثل حوالي 9.5% من إجمالي الناتج الزراعي العالمي، وهذا رقم عملاق كبير بطبيعة الحال. بسوريا احنا قبل الأزمة كان عندنا حوالي 750 ألف خلية نحل، وكان إنتاجنا حوالي 7000 طن. طبيعي الاستهلاك المحلي حوالي 4000 طن أو 3500، والباقي كان يصدر. للأسف إيقاع الأزمة كان شديد على قطاع النحل وأدى إلى ضياع حوالي 80% من مناحلنا وفقدان حوالي 30 ألف أسرة لمصدر رزق، لأنه كان مصدر رزق هو الخلايا النحل. طبيعي النحل مثل ما حكيت يؤدي لزيادة الإنتاج الزراعي بحوالي 38 ل40% من خلال قيامه بتلقيح حوالي 45 ل60% من الأزهار. جزء كبير من المأكولات اللي بناكلها نحن هي الفضل يعود فيها للنحل، وهناك حكمة فلسفية تقول لو اختفى النحل عن الأرض لم يبقى للإنسان سوى بضع سنوات حتى ينتهي. هذا يؤكد دور النحل. طبعا منتجات النحل متعددة لا تقتصر على العسل، يعني كثير من الناس لما بتذكر قدام النحل بيجي بباله العسل فقط. خلية النحل خليني أقول تنتج عدد من المنتجات، العسل، غذاء ملكات النحل، العكبر، تنتج حبوب اللقاح، وتنتج سم النحل. وسم النحل مثل ما رح نحكي إن شاء الله لاحقا يستخدم في علاج كثير من الأمراض المعنده في الوقت الراهن. اكيد يعني برغم من انه حضرتك قلت انه تضرر كثير قطاع خليني اقول انتاج العسل والنحل، ولكن مع هيك حافظته خلال هاي السنوات على جودة العسل السوري اللي موجود. ولهيك خلينا نسأل اليوم العقبر مثل ما قلت، أيضا سم النحل ما يسمى، كتير أنواع لها قيمة مضافة علاجية. خلينا نحكي أكثر عن هاي القيمة وكيفية استخراجها. الحقيقة رغم أنه النحل تعرض لأزمة وكان ضحية الأزمة إن صح التعبير، ولكن حاليا حافظوا على حوالي 150 ألف خلية، والآن تزايد العدد. يعني في تشجيع حكومي الحقيقة لزيادة عدد خلايا النحل وزيادة إنتاج منتجات خلية النحل. العسل في له فوائد تغذوية وفوائد علاجية وفوائد صناعية واستخدامات صناعية متعددة، وهو يدخل في كثير عدد كثير جدا من الصناعات. في المجال التغذوي هو قيمته الغذائية عالية جدا، هو مركب كربوهيدراتي، السكريات فيها عالية. طبعا يتم تشكيله من خلال قيام النحل بأخذ رحيق من الأزهار وإضافة بعض الأنزيمات عليه وتحويله إلى عسل. طبيعي جودة العسل السوري تأتي من تنوع المراعي، يعني نحن عندنا بيئات متعددة، بيئة ساحلية، بيئة الجبال الساحلية، بيئة السهول الداخلية، ثم بيئة البادية السورية.
فينا نصنف جودة العسل على هذا الأساس أو لكل بيئة يمكن جودة خاصة فيها؟ كلما ازداد تنوع الأزهار التي ينهل منها العسل النحل الرحيق كلما زادت جودة العسل. هناك بعض الأعسال في الدول الأخرى وحيدة الزهرة، يعني بنقول عسل دوار الشمس، فنلاحظ أنه فقط النحل عم يأخذ من حقل في دوار شمس. نحن بسوريا كون المساحات صغيرة وفي تنوع بالمحاصيل، فبتلاحظي أنه النحل بيأخذ من عدة أزهار. هلأ هذا التنوع بالرحيق يعكس على العسل بنية الرحيق وتعدد المصادر، نلاقيها تعدد مصادر السكريات ونسب السكريات بالعسل تختلف عن الأعسال الأخرى. لذلك العسل السوري يتميز بجودة عالية الحقيقة، لم ينال الدعاية اللي نالته بعض الأعسال الأخرى، إنما هو من الأعسال الجيدة جدا سواء على المستوى التغذوي أو على المستوى العلاجي. من ضمن المنتجات الأخرى في عنا غذاء من كات النحل. طبيعي هذا الغذاء تنتجه النحل وتغذي فيه الملكة عندما تكون يرقة، وحتى تأخذ مواصفات الملكة. طبعا ملكة النحل تتميز عن باقي النحل، حجمها أكبر، تعيش لفترات أطول بكثير من النحل العادي كونها تغذت فقط على غذاء ملكات النحل، ما بتتغذى على غيره. هذا الغذاء له أيضا مواصفات علاجية أو صفات علاجية وخصائص علاجية لكثير من حالات العقم أو حالات ضعف الأخصاب، بيدخل بالعلاجات بكفاءة عالية. عندنا العكبر. العكبر هو مادة راتنجية تستخلص النحل من لحاء الأشجار وليس من الأزهار، وتقوم بإضافة أنزيمات عليه وإضافة حبوب طلع لتقوم بتصنيع هذه المادة الصمغية. هلأ هذه المادة تعود معرفة الإنسان فيها لسنوات آلاف من السنين. يستخدمها النحل لسد شقوق الخلية ولتعقيم الخلية، زائد أي حشرة تدخل للخلية كبيرة النحل بيقتلها، وحتى ما يطالعها ما في قدرة أنه يطالعها خارج الخلية، فبيغلفها بالعكبر فتتحنط إلى آلاف السنين. يعني وجد حشرات محنطة بقبور الفراعنة محنطة بالعكبر، النحل لفها بالعكبر وحنطها. العكبر أقوى مضاد حيوي في العالم حتى الآن. كافة المضادات الحيوية الصنعية تشكل بعض الأضرار بالمحصلة النهائية على البنية الجسدية للبشر. هذا المركب الطبيعي مضاد حيوي يقتل البكتيريا، يقتل الفيروسات، يقتل الفطور، ويرفع مناعة الجسم البشري، فيستخدم الآن بكفاءة كتير عالية. له خصائص في علاج السرطان، في الحد من نمو الخلايا السرطانية، فهو كنز الحقيقة العكبر، ويدخل في عدد هائل أيضا من الصناعات. شمع العسل، كافة مستحضرات التجميل يدخل فيها شمع العسل من أحمر الشفاء وأنتي ماشي، يدخل في 150 صناعة. شمع النحل يدخل في 150 صناعة متعددة، منها صناعة الأوراق العازلة اللي بتنعزل حتى ما تبلل، يدخل بعدد كبير من صناعات كيميائية ودوائية وغذائية. في عنا أيضا سم النحل. سم النحل في الفترات الأخيرة أصبح يستخدم علاج، يعني لسعات النحل فيها مركبات كيميائية محددة تستعمل لعلاج عدد كبير من الأمراض يلي بيعاني منها الإنسان، وحتى الآن ما إلها علاج صنعي. هي نبذة بسيطة عن منتجات خلية النحل واستخداماتها المتعددة في التغذية والعلاج والدواء. نعم، يعني أهمية كتير كبيرة. يمكن سلمى أغلب المعلومات إحنا بنعرف عسل نحل، يعني عسل مثل ما تفضلت وحكيت، لكن في سؤال ببال كتير من الناس إنه إحنا كيف بنعرف نميز بين العسل الطبيعي والعسل المغشوش؟ كله اليوم بيقول هذا عسل طبيعي، بس كيف نقدر نتأكد من هذا الشيء؟ الحقيقة إحنا حتى قبل الأزمة كانت نسبة غش العسل قليلة جداً، نتيجة النقص اللي صار بإنتاج العسل، بعض ضعاف النفوس بدأوا بأعمال لغش العسل.
طبعا الطريق العام يتداول طرق عديدة لموضوع كشف الغش، هي كلها باطلة. المختبر هو الوحيد الذي يحكم جودة العسل، لسبب أنا شو بدي اختبر بالعسل؟ العسل فيه أنزيمات، ثلاث أنزيمات، عندنا دياستيز والأنفرتيز وعندنا جلوكوز أوكسيديز. هذه الأنزيمات لا يمكن اختبارها إلا بالمخبر أو تحديد نسبها. طبعاً بعض هذه الأنزيمات تتأثر بالحرارة، بعض النحالين يقوموا ببسترة العسل مشان الحفاظ عليه لفترة زمنية طويلة. هذه البسترة تؤدي إلى إتلاف بعض الأنزيمات، وهي الأنزيمات هي البنية النافعة بالعسل إن صح التعبير. زائد هناك سكريات متعددة بالعسل إلى تناسبات محددة وفقاً لنوع المرعى وعمر النحل، وفي عوامل كثيرة تحكم نسب هذه السكريات، فنسب هذه السكريات لا يمكن حكمها إلا بالمخبر. لذلك نحن دائماً ننصح أنه لا تشتري العسل إلا من نحال، يعني مربي نحل يكون موثوق نشتري العسل. الحمد لله نحن بسوريا حتى الآن لا يوجد نحال يغش، يعني حتى بعض النحالين يضطر لتقديم تغذية سكرية للنحل ببعض فترات الشتاء، بيقول انه هذا مغذى تغذية سكرية وبيحدد شو النسبة اللي دخلت فيها. فالوضع الآمن اني اشتري من نحال. أكيد، يعني بالختام نتشكرك على وجودك معنا، وأكيد نتمنى دائما لهالصناعة تضل موجودة ببلدنا بأفضل الطرق، وبالنهاية لأنه هو غذاء وشفاء لكل أكيد. الناس شكرا. شكرا لكم لاهتمامكم بوسائل الإعلام بهذا القطاع الهام. أكيد، كل الشكر لك وبالتوفيق يا رب.